جو اوروبي يعني ما شاء الله عندكم الطبيعه خلابه جدا، مش موجوده في اي مكان تاني في الدول العربيه، يعني تحس ان انت في سويسرا في اوروبا. بصراحه احنا ما توقعناش يعني ان احنا هنلاقي المرافق قيمه هذه، يعني احنا قلنا هنطلع فوق على الجبل بقى هنلاقي الدنيا مفيش حد ومفيش اكل ولا شرب ولا حتى الشاي مش هنلاقي، بس اكتشفنا العكس تماما، كل حاجه موجوده. انصح الجزائريين وكل الدول العربيه يعني ملهاش لازمه انه يسافر اوروبا، احنا هنا متاح لنا كل شيء. يعني كان هذا انطباع اول زوار التقينا بهم باعالي شريعه، حيث تكتسي الجبال والاشجار حلتها البيضاء لترسم اجمل المناظر ضمن بانوراما طبيعيه خلابه، مما جعل المنطقه قبله للعائلات للاستمتاع بمنظر الثلوج. كما اليوم انا فرحنا الدراري، جبناهم اختنا من الفرصة اليوم عطلة بمناسبة عيد سقاسم قاس جميع الجزائريين. دراري رانا فرحانين، وعندنا بلاد شابة مشريعة كيما تيك جدة، علاه لازم نروحوا الخارج، عندنا بلادنا نحوسوا فيها. محمية الشريعة بالرغم من جوها البارد، فهذا لم يمنع عبد القادر وعائلته من توفير خدمات الإطعام للزائرين. هنايا نبذلوا اقصى جهدنا باش نقدموا السياحه المحليه للمواطن، وبين قوسين فهنيك باش نحققوا ارباح. ماذا بيا انا الهدف الاول والرئيسي السائح كي يجي لهنايا يروح لدارو فارحا مسرورا، هذاك هو النجاح الكبير. اما لعشاق التزحلق على الثلج والمزيد من المتعه والاثاره، فهنالك ايضا فضاء خاص للشغوفين بهذا النوع من الرياضات. قبل ما نجيو ما كناش عارفين بلي مليحه كاع هكذا، لا الحمد لله لقينا خير من مين كنا متوقعين الحقيقه. انا نهار بعد ما بلاش بلي كاين في بلادنا فلاصه كيما هاي، عندنا كاين غير في مش عارف في الاوروب، ساعدنا في بلادنا حاجه واحده اخرى كاع. هكذا إذن هي الأجواء في أعالي شريعة، فبالرغم من أن درجة الحرارة تشير إلى ما دون الصفر، إلا أن جمال هذه اللوحة الطبيعية حتما تنسيك في برودة الطقس. وليد برزاح، وكالة الأنباء الجزائرية من أعالي شريعة. Are you ready?